طبعا فرحه الاطفال بالعيد ما بتكملش غير بالعيديه، ويبقى ليها ذكريات جميله، ونقعد نحسب معانا كام، هنجيب بيها ايه، وهنصرفها ازاي، هنحوشها ولا هنصرفها. صح طبعا، علشان كده كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت الشارع وسالت ايه اكبر عيديه خدتها، وايه الفرق ايضا بين العيديه هذه الايام والعيديه ايام زمان. خدت العيدية من خالي ومن ماما ومن بابا. أمي ادتني 100 وخد ادتني 200 واللي صدني 150. العيدية والله بتبقى حسب على سن الطفل، يعني مثلا لو عندي ابن بنتي مثلا اديله 100 جنيه، بنتي اديها 200 جنيه، يعني هي حسب ايه الامكانيات الواحد بيبقى ممتلكها والفلوس اللي معاه يعني. أخدت العيدية من بابا ومن ماما، أخدت من بابا 300 ومن ماما 250، وهاخدهم عشان أتفسح بيهم. انا بابا اداني 100 وعمي اداني 100 وتيتا ادتني 100 ويعني عمامي كلهم ادوني 100. خدت هديه من بابايا، خدت 100 جنيه جايه اتفسح بيها بس، يا نتصور نتمشى كده. وعامه انا هو النهارده وبكره بس اللي هنخرج عشان بقى الدراسه وكده. رحت اصلي فرجعت وفطرت ونمت شويه وفطرت ورجعت امبارح خدت العيديه، والنهارده خدت العيديه وكلهم 250. اللي ده الهديه تيتا وبابا وعمه. انا بحب العيد عشان بروح اتفسح وبروح اجيب العاب. بابا اداني 100 وعمه اداني 100 وتيتا ادتني 100، كل عمان اداني 100.